أنا هقول في الأول كده، هو قصة ملهاش دعوة بالخدمة، لكن حبيت إن أنا يعني القصة دي شدت انتباهي جدا. شعرت إن هي بتخبط في أمر عملي جدا في حياتنا. واحد من أحبائنا أو واحد من المعارفي وساكن في الولايات المتحدة، فبيقول يوم الفالنتاين اللي هو كان أول امبارح، راح هو وصديق لي، الصديق ده خادم في كنيسة، وراحوا يتعشوا مع بعض كعائلتين. بعدين البنت اللي بتجيب الأكل جت علشان تاخد من أو تقدم لهم الأكل، وقبل ما تمشي الصديق ده قال لها حاجة جميلة جدا، قال لها احنا هنصلي دلوقتي على الأكل، عندك أي احتياج تحب ان احنا نصلي لك علشانه؟ وفوجئوا ان البنت انفجرت في البكاء وقالت لهم انا عندي حاجات كتير عايزاكم تصلوا علشانها، عايزاكم تصلوا علشان جوزي رافع علي قضيه طلاق وعايز ياخد ولادي مني، وعندي امتحان علشان التحق بوظيفه افضل من اللي انا بشتغلها دلوقتي. فعلا الشخص العيله او العيلتين صلوا مع بعض على الاكل وصلوا لها، وبعدها الصديق ده قال لها انت بتروحي كنيسه؟ فقالت لا مش بروح كنيسه. فقال لها طب انا بكره هاتي الايميل بتاعك وده الايميل بتاعي، وانا بكره هبعت لك كل قائمه الكنائس اللي حواليك. في وسط كل اقول بصراحه في وسط كل الهتش اللي كان على الفيسبوك في الفالنتاين دي، اكتر حاجه عجبتني اكتر لمسه عمليه في عيد الحب قريتها الخمس ايام اللي فاتوا. فعلا ناس عملوا لمسه عمليه بتبين فعلا محبه المسيح. واحنا بنحتفل بعيد الحب، هل فكرنا في اي لمسه؟ انا بسال نفسي اول واحد السؤال ده، هل فكرت في اي لمسه عمليه تقدمها للناس اللي حواليك؟ دي كانت مشاركه صغيره كده هو علشان فرقت معايا جدا. انا نفسي ان احنا نقرا مع بعض من انجيل يوحنا اصحاح 1 من عدد 43، يوحنا 1 من عدد 43، وهنقرا حتى نهايه الاصحاح حتى عدد 51. يوحنا 1 من 43 الى 51. انا نفسي الكتب المقدسه تبقى مفتوحه قدامنا لان غالبا في مشكله في الباوربوينت. يوحنا 1 من 43 إلى 51 بيقول البشير بالوحي المقدس: في الغدي في صدى صوت في السماعات اللي هنا، في الغدي أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل، فوجد فيلبس فقال له اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعال وانظر. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: هل أمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. يا رب احنا بنصلي انك تكلمنا، بنصلي انك تفتح قلوبنا علشان نفهم الكلمة، تفتح أذهاننا علشان نطيع. من فضلك يا رب أعطينا فهما وطاعة في كل شيء في اسم المسيح، آمين. النهاردة هنتابع السلسلة اللي احنا ابتديناها الشهر اللي فات تحت عنوان يسوع والتلاميذ، واللي فيها بنتوقف او هنقف قدام احاديث
أو قدام مواقف حصلت ما بين الرب يسوع وما بين التلاميذ على صفحات العهد الجديد وخاصة على صفحات الأناجيل. مرة اللي فاتت لو تفتكروا وقفنا قدام معجزة صيد السمك في لوقا 5:1-11 وشفنا دعوة يسوع للتلاميذ وشفنا كمان تجاوب التلاميذ مع هذه الدعوة، وقلنا إنه علاقة يسوع بينا هي علاقة دعوة، التلمذة هي دعوة، الله بيدعو كل واحد وواحدة فينا. لو خدتوا بالكم لما الرب اتقابل مع فيلبس في إنجيل يوحنا أصحاح 1 قال له اتبعني، هي دعوة للتبعية، دعوة مخصوصة لكل واحد وواحدة فينا أن نتبع المسيح، أن تكون لنا علاقة تلمذة شخصية معه. النهاردة هنقف قدام مشهد آخر من مشاهد التلمذة في إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا حقيقة فيه أكتر من نقطة عايز أشارككم بها. أول حاجة إنجيل يوحنا في بدايته أول حاجة بيتكلم عنها إنجيل يوحنا عن يسوع أنه هو الكلمة، هو ابن الله. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وبعدين بعد ما يتكلم كتير قوي 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 عن يسوع الكلمة، المشهد اللي بعد الانتهاء أو بعد الحديث عن يسوع الكلمة على طول يأتي مشهد دعوة التلاميذ الأوائل اللي احنا قريناه في إنجيل لوقا. يوحنا هو بيرتب إنجيله وضع دعوة التلاميذ الأوائل بعد ما تكلم عن يسوع ابن الله، وكأنه عايز يقول إنه إذا كان يسوع ابن الله فهذا الإله ابن الله ده العلاقة اللي معاه ما بيننا وبينه هي علاقة تلمذة، الصفة التي يمكن أن نصف بها علاقتنا مع الله هي أننا تلاميذ للمسيح، تلاميذ تابعين للمسيح. فإنجيل يوحنا بيؤكد على نفس الفكرة اللي احنا واخدينها طول السلسلة دي، أننا في علاقة تلمذة مستمرة يومية مع المسيح. حاجة تانية اللي بتميز إنجيل يوحنا إنه إنجيل يوحنا ربما أكتر إنجيل اهتم بتسجيل أحاديث طويلة ما بين الرب يسوع وما بين التلاميذ. أكتر إنجيل اتكلم عن الأحاديث المطولة اللي الرب يسوع سكب فيها نفسه، سكب فيها عصارة حياته وعصارة خبرته وعصارة قدسته في التلاميذ كان إنجيل يوحنا. يمكن فاكرين إنه جزء كبير من إنجيل يوحنا، يمكن التلت الأخير من إنجيل يوحنا كله بيتكون من حاجة اسمها الخطاب عارفين الخطاب الوداعي، الخطاب الوداعي اللي بيبتدي من إنجيل يوحنا أصحاح 13 حتى إنجيل يوحنا أصحاح 16، كل ده حديث مطول، أربع أصحاحات 13 14 15 16، وفي النهاية بيتختم بصلاة المسيح الشفاعية لأجل أيضا التلاميذ. من أكتر الأناجيل اللي اتكلمت عن الأحاديث المطولة اللي كان بيدخل الرب يسوع فيها كصراع في أحاديثه مع تلاميذه علشان ينقل لهم خبرة حياته وعلشان ينقل لهم عصارة حياته كان إنجيل يوحنا. وزي ما ابتدى الإنجيل بفكرة التلمذة نلاقيه بيختتم أو بيختم بفكرة التلمذة، يختم بلقاء يسوع مع التلاميذ عند بحيرة طبرية ومعجزة أخرى لصيد السمك، لكن كمان يختم في بحديث مع بطرس التلميذ ربما الأهم أو الأكثر تقدماً في التلاميذ. فاكرين الحديث المطول اللي حصل ما بين الرب يسوع ما بين بطرس لما قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني ارعى خرافي، يا سمعان ابن يونا أتحبني ارعى غنمي، يا سمعان ابن يونا أتحبني ارعى خرافي. ثلاث مرات رب يسوع يختم بيهم إنجيل يوحنا وكأنه بيذكرنا مرة أخرى إنه هو ده الهدف من وجود الرب يسوع، أن يصنع لنفسه تلاميذ. أنا جيت علشان في النهاية أصيغ هذه المجموعة
من الأشخاص اللي هيحملوا عصارة حياتي وهيحملوا رسالتي في وسط العالم. فإنجيل يوحنا بيتميز بهذه اللمسات الواضحة العميقة عن حياة التلمذة. النهاردة هنقف قدام حديث جمع ما بين الرب يسوع وما بين نثنائيل. الفكرة نثنائيل واحد من أقل التلاميذ اللي اتكتب عنهم في العهد الجديد. يعني ربما في إنجيل يوحنا واحد وما نسمعش عنه تاني إلا في نهاية إنجيل يوحنا لما كان مع مجموعة التلاميذ اللي بيصطادوا لما شافوا الرب يسوع على بحيرة طبرية بعد القيامة. بس إنجيل يوحنا ما بيتكلمش إلا عن نثنائيل إلا في الحتتين دول. في الأناجيل الأخرى نقرأ عن نثنائيل في قائمة الاثناشر، وغالبا كان له اسم تاني اسمه بارثولماوس. فنثنائيل هو بارثولماوس اللي بنشوفه في قائمة التلاميذ، فهو تلميذ مغمور. لكن نشكر ربنا أنه دخل في هذا الحديث الجميل مع الرب يسوع في بداية حياة الرب يسوع وخدمته العلنية. وعايز أقف قدام بعض الأمور ربما للرب يسوع النهاردة ونحن كتلاميذ المسيح بيقول لنا أنا عايز أحط خط كبير تحتها. نثنائيل واحد من أكتر التلاميذ اللي بيمثلونا، كل التلاميذ بيمثلونا، لكن في تلاميذ تحسوا أن احنا قريبين جدا منهم. نثنائيل مع ندرة ذكره وتواجده على صفحات الأناجيل، لكن الحديث ده بيخلينا نشعر أن احنا قريبين جدا منه، بيفكر تقريبا بنفس طريقة تفكيرنا في الأمور. رب يسوع وضع قدامنا ثنائيل، أو هذا الحديث بيضع أمامنا طريق أو بعض الجوانب من طرق تفكيرنا اللي المسيح النهاردة بيدعونا أن احنا نصححها. احنا تلاميذ جايين النهاردة علشان الرب يسوع عايز يلتقي بينا زي ما التقى بنثنائيل في العصر المسيحي الأول، وعايز أنه يوقفنا قدام هذه الأمور اللي احنا بنفكر بيها بصورة غير مرضية أمامه. أول حاجة نقدر نشوفها في شخصية نثنائيل هذا التلميذ، نظرة الاحتقار. نظرة الاحتقار. نثنائيل كان من الأشخاص اللي عندهم فكرة الاحتقار أو احتقار الآخر قريبة. فيلبس جه قال له هذه الكلمات: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. كان من الطبيعي جدا أنه هذا الأمر يستثيره، يعني ده شعب اليهود كله هو شخص يهودي ويتكتب عنه أنه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه، يعني مفروض أن أنت كواحد من اليهود الأتقياء مستني اللحظة دي، مستني الشخص اللي احنا متوقعين ظهوره، المسيح الذي كتب عنه موسى والأنبياء يسوع الذي من الناصرة. نسي كل ده وعلقت معاه كلمة الناصرة، فكانت إجابته إيه؟ أمن الناصرة يكون شيء صالح؟ هو في حاجة عدلة بتخرج من الناصرة؟ وغالبا نثنائيل كان عنده بعض الحق في طريق تفكيره، لأن الناصرة في الوقت ده كانت قرية، حقيقي قرية، لكن كانت قرية سيئة السمعة، قرية سيئة السمعة. مش عارف كم واحد قرأ كتاب كتبه الدكتور محمد حسين هيكل، مش حسنين هيكل، محمد حسين هيكل، اسمه قرية ظالمة. الناصرة كانت قرية ظالمة، كانت قرية سيئة السمعة. أولا كانت قرية مغمورة جدا، محدش يسمع عنها، ورغم ان هي قرية مغمورة لكن كانت مليئة بالمفاسد الأخلاقية، مليئة بالمفاسد الأخلاقية على كل المستويات، على كل أشكال العلاقات. كانت هذه القرية قرية موبوءة أخلاقيا، مش بس كده، كانت مليئة بالعمال الموالين للسلطة الرومانية، يعني سكانها كانوا من العمال اللي هم بيعتبروا في نظر اليهودي التقي خونة، خونة.
كان مليانة بعمال بيشتغلوا لحساب الدولة الرومانية. فكانت هذه القرية قرية سيئة السمعة، كانت سمعتها سبقاها يعني، وكان نثنائيل من الطبيعي جدا أن ينظر إليها نظرة احتقار شديدة، ولكل من يخرج منها. وغالبا كانت هذه النظرة أيضا موجهة لمين؟ لرب يسوع. أمن الناصرة يكون شيء صالح؟ اللي ربنا عايز يكلمنا فيه النهاردة من خلال النقطة دي، ربنا عايز يقول لنا أنه نحن كثيرا ما نصاب بهذه النظرة، نظرة الاحتقار. وهذه النظرة بتبقى على ثلاث مستويات دايما في حياتنا. أول حاجة ممكن تبقى نظرة احتقار فعلا للمسيح. هتقول لي حاشا لله، أنا أحتقر المسيح؟ أنا أحتقر المسيحية؟ إحنا مش بنقول كده، إحنا مش بنعلن كده، لكن تصرفاتنا بتقول في أحيان كتيرة كده. فيلو هو بيتكلم النهاردة كان بيقول إن إحنا في أحيان كتيرة بنقول إن المسيح ملك، لكن حياتنا وتعاملاتنا وتصرفاتنا ما بتقولش أبداً إن هو ملك. إحنا في أحيان كتيرة بنقول إن إحنا بنحترم المسيح وبنحترم المسيحية وبنحب ربنا، لكن في تصرفاتنا وسلوكياتنا ومبادئنا وطريقة علاقتنا مع بعض بتقول على العكس تماماً من كده. بتقول أننا في قلوبنا نحتقر هذا الإله بهذه الصورة الفجة، سامحوني يعني، بهذه الصورة الفجة، أننا بتصرفاتنا وسلوكياتنا ومبادئنا وطريقة تفكيرنا، حتى وإن كان اللسان بيقول إن إحنا بنحبه وبنحترمه، لكن في داخل القلب نحن نحتقره. قداسة اللي بيدعونا ليها الله في أحيان كتير بنعتبرها رجعية وتخلف، ما بنقولش كده، لكن جوانا بنقول كده. المحبة والغفران بنعتبرهم ضعف، صح؟ وأنا أغفر له علشان يركبني، ما بنقولش كده، ما بنقولش كده، لكن جوانا كده. هذا الأمر هو احتقار لوصية الله لما يقول لنا اغفروا، لما يقول لنا احبوا، واحنا جوه قلوبنا نقول احنا مش مقتنعين بكده، معناها ان انا بحتقر هذه الوصيه. لما نعتبر ان الخلاص اللي اعطاه لينا هذا الاله المنعم غير كاف، وبنحاول بقدر الامكان اننا ناتي باعمال اخرى لكي نخلص بها انفسنا، حتى لو كانت الأعمال دي شكلها حلو، إن إحنا نيجي الكنيسة وإن إحنا نصوم وإن إحنا نصلي وإن إحنا ندي للفقراء، وجوانا ما بنقولش من برانا ما بنقولش كده، لكن من جوانا إحنا شاعرين إنه إحنا مش مكتفيين بهذا الخلاص، شاعرين إنه هذا الخلاص غير كافي، مش مصدقين كلمته. أليس هذا احتقارا لكلام الله لما يقول لنا إنه أنا هو الماحي ذنوبك لأجل اسمي وخطاياك لا أذكرها، وبعدين أنا أشعر أن أنا محتاج أعمل حاجات تانية علشان هذا الإثم يغفر؟ مش ده احتقار لما يقوله الله لنا؟ ما بنقولش كده، ما بنعلنش كده، لكن جوانا كده. لما بنعتبر أن الإيمان هو أمر غير عقلاني، أنا عايز أقيس كل حاجة بالمنطق، عايز أقيس كل حاجة بالمنطق، وجوايا أشعر أنه حتى في أحيان كتيرة المعجزات ملهاش يعني ملهاش معنى، أنا عايز حاجة تثبت لي. في حاجات ما تتثبتش، في حاجات الإيمان هو الفعال فيها، لكن من جوايا أنا أشعر أن الإيمان مش موضة، الإيمان مش موضة، الإيمان مش موضة العصر، العقلانية هي موضة العصر، وأشعر باحتقار داخلي للإيمان في قلبي. لما أشعر أن الكتاب المقدس ضد المنطق والعلم، ليس هذا احتقار لكلمة الله؟ أما أشعر أن العلاقة مع الله ليست مشبعة، مش زي العالم، أنا مبسوط في العالم أكتر. وعلى فكرة في واحد في الكتاب المقدس قال كده، قال قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، يعني أنا الظاهر اتخدعت، الظاهر أن العيشة مع ربنا مش جايبة همها،
قد زكيت قلبي باطلا، يعني طهرت قلبي لكن بدون فايدة. مين اللي قال الكلام ده؟ حد يعرفين؟ حد يقول كده هو أساف قال الكلام ده. قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، يعني العيشة مع ربنا مش جايبة همها. العيشة مع العالم ممتعة، ما بنقولش كده، لا بالعكس، احنا بنيجي الكنيسة وبنرفع ايدينا وبنقرأ الكتاب المقدس وبنخدم، لكن اللي في القلب في القلب يا كنيسة، اللي في القلب في القلب، احنا جوانا بنقول كده، جوانا مش مقتنعين. أليس هذا احتقارا؟ رب في ملاخي 1:6، نفسي ان احنا نفتح مع بعض من فضلكم الكتاب المقدس، ملاخي 1:6-8. ملاخي 1:6-8 بيقول: الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود: أيها الكهنة المحتقرون اسمي، الكهنة محتقرون اسمي وتقولون بما احتقرنا اسمك، تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك، بقولكم إن مائدة الرب محتقرة، إن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا، وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا، قربه لوليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. احنا بنيجي قدام ربنا وبنقدم ذبيحة سقيمة، بنقدم ذبيحة عرجاء، طبعا لما بنيجي واحنا عايشين حياة الازدواجية نحن نحتقر الله، لما بنيجي ونرفع عينينا في التسبيح ونقرأ الكتاب المقدس ونصلي ونسمع الوعظة ونتناول من مائدة الرب وقلبنا مبتعد عنه بعيدا، نحن نحتقره. احنا جايين بنقدم ذبيحة نجسة، جايين بنقدم ذبيحة عرجاء، ونقول بما نحتقر، ونحتقر بهذه الطريقة بكل الطرق اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. نيتشه الفيلسوف الألماني أرى العهد الجديد كله وأرى الموعظة على الجبل، وكان يرى أن أكثر شخصية جديرة بالاحترام في كل العهد الجديد هي حد عارف مين؟ بيلاطس، هو رمز القوة، كان وقال على المسيح أنه يعني يستحق كل احتقار، لأنه إله على صليب، لأنه إله على صليب. إحنا بنعمل زي نيتشه، بنعمل زي نيتشه بس ما بنقولش. نيتشه كان جدع، يعني كان شجاع بيقول، لكن إحنا بنعمل زيه بس من غير ما نقول. نحن نحتقر المسيح في أحيان كتير، عندما لا نطيعه، عندما لا نحبه، عندما لا نثق في كلمته، عندما نعيش حياة الازدواجية نحن نحتقر المسيح. لكن قد يكون احتقار الناصرة مش موجه للمسيح كمسيح، لكن قد يكون احتقار الناصرة موجه للآخرين. قد يكون احتقار الناصرة مش موجه لله، لكنه قد يكون احتقار موجه للآخرين، زي ما نثنائيل عمل. نثنائيل كان يعني شايف إنه المسيح، قبل ما يعرف مين هو المسيح فعلا، كان شايف إن ده شخص تاني وشخص خارج من الناصرة، فكان سهل عليه إن هو يحتقره، يقول له: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ نحن نحتقر احتقار الناصرة للآخرين لما أرى أن كل من يختلفون عني في المستوى، في الفكر، في الإيمان، في الدين، في الحكم على القضايا المختلفة، لو هم مختلفين عني إذن هم يستحقون أن أنظر إليهم نظرة دونية. البعض بيفكر كده، ما دام مش زيي يبقى ما يستاهلش احترامي،
ما دام مش زيي يبقى ممكن ان انا اهينه، ممكن اقول له كلمتين يوجعوه لانه مش زي. واحد من اكتر الامور السلبيه اللي موجوده بقوه مش بس في كنيستنا لكن في كل الكنائس في شعب الرب هي الشلاليه. الشلاليه ان احنا دايما في شلل من الـ 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 الاشخاص المتوافقين، دايما نلاقي نفسنا يعني روحنا على بعض كده لاننا زي بعض، بنفكر زي بعض ومستوانا زي بعض وطريقه نظرتنا للامور سواء الامور السياسيه سواء الامور الروحيه زي بعض، لاننا بنفكر في الكتاب المقدس بطريقه واحده فاحنا زي بعض، لاننا لينا طريقه واحده في العباده فاحنا زي بعض، عندنا لون كده هو بيخلينا زي بعض. والمشكله ان احنا واحنا زي بعض بنحتقر اللي مش زينا، بنحتقر الشله اللي جنبينا والشله اللي جنبينا برضو في نفس الوقت بتحتقرنا. من الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ من المجموعة دي ممكن يبقى فيها حاجة عدلة؟ من الطائفة دي ممكن يبقى فيها حاجة عدلة؟ تيموثي كيلر اللاهوتي الشهير قال هذه العبارة، قال لا يوجد، اسمعوا معايا كويس، لا يوجد خطر مميت، لا يوجد خطر مميت يمكن أن يقضي على العلاقات الصحية أكثر من نبذ أفكار معينة أو أشخاص بعينهم. شوفوا بقى لما يبقى ده الأمر ده في على مستوى العلاقات الكبيرة، وكم وكم لو ما يبقى على مستوى العلاقات الأسرية مثلا. تخيلوا بقى لو إن الراجل بينظر إلى زوجته بهذه النظرة، نظرة الاحتقار، لو ان المرأة بتنظر الى زوجها هذه النظرة نظرة الاحتقار، اكيد العلاقة هتموت، اكيد العلاقة هتنتهي، اكيد العلاقة هتنتهي. كنيسة كورنثوس كانت من اكتر الكنائس، رغم ان هي كنيسة كبيرة، مش عارف عنوانها 18 شارع كليوباترا ولا ايه. كنيسة كورنثوس دي، كنيسة كورنثوس كانت كنيسة كبيرة لكن كان فيها هذا المرض، ورسول بولس واجه هذا المرض بحسم شديد في اول اصحاح. ان النهارده متوافق جدا مع فيلو، يعني اختار كورنثوس الاولى واحد وانا هقرا دلوقتي من كورنثوس الاولى واحد. فبيقول رسول بولس هذه الكلمات، لاني اخبرت عنكم يا اخوتي من اهل خلوي ان بينكم خصومات. وعشان ما حدش يفهمني غلط فبيقول فانا اعني هذا، إن كل واحد منكم يقول أنا لبولس، دي شلة بولس، وأنا لأبولس، دي شلة أبولس، وأنا لصفا، دي شلة بطرس، وأنا للمسيح، دي شلة كمان المسيح. هل الكنيسة بقى فيها شلالية لدرجة إن في شلة اسمها شلة المسيح؟ وقف الرسول بولس بوضوح وقال لهم هل انقسم المسيح؟ ألعل بولس صلب لأجلكم؟ عاشوا في هذا الاحتقار، عاشوا في هذه الإقصائية اللي احنا شايفينها بقوة في مجتمعنا النهاردة، ان احنا بنقصي بعض، كل مجموعة بتقصي الآخرين، ما لهمش مكان في وسطينا ما دام مش بيفكروا زينا. قريت فصل جميل جدا في كتاب، الفصل ده اسمه أصول الحرية. أنا هقول لكم بعض العبارات الجميلة وهو بيوصف الحرية اللي عايز يتمتع بيها. بيقول أنا حر ساعة أؤمن بالآخرين، أنا حر عندما أؤمن بالآخرين، أنا حر عندما أحسن النظر إلى عيني قريبي، اسمعوا الكلام ده، فأرى فيهما نضارة أولى نظرات الخالق. يعني لما أشوف في قريبي مش نظرات شخص معين، نظرات شخص زي ده، أولى نظرات الخالق، نضارة نظرات الخالق، لما أشوف في قريبي أنه مش بس أخويا لكن ده جزء لا يتجزأ من الخليقة. أنا حر عندما أقبل الآخرين على ما هم عليه لا كما أريدهم أنا أن يكونوا. وأخيرا أنا حر عندما أنجح في إقناع الآخرين بحقيقتي دون أن أقهرهم أو أحط من شأنهم.
دي حرية. حرية اللي بيطلبها هذا الشخص إنه يعيش ويجعل الآخر يعيش معه. عارفين جون بول سارتر الفيلسوف الوجودي الملحد قال عبارة ضد كل اللي احنا سمعناه دلوقتي، قال الجحيم هو، حد حافظ؟ الجحيم هو الآخر. الجحيم هو الآخر. تخيل واحد يقول أنا حر عندما يعيش الآخرين معي بكرامة ومحبة وأشوفهم زي ما الله بيشوفهم، واحد بيقول الجحيم هو الآخر. في أي فريق ننتمي؟ لأي فريق ننتمي؟ يبقى احتقار الناصرة ممكن يكون موجه للمسيح، لله، واحتقار الناصرة ممكن يكون موجه للآخرين، لكن احتقار الناصرة، نظرة الاحتقار ممكن تكون موجهة كمان لنفسي. نظرة الاحتقار ممكن تكون موجهة لنفسي بكل معاني الاحتقار لنفسي. لما أشعر بصغر النفس، لما أشعر بعدم احترامي لنفسي، لما أشعر بعدم احترامي لقدراتي ومواهبي، لما أشعر دايماً أن الآخرين أفضل مني، لما أشعر أنني أضعف وأتفه وأغبى من كل الآخرين، ده احتقار. نفس الاحتقار بتاع نثنائيل ممكن يوجه إلى مش بس ربنا ولا الآخرين، لكن ممكن أوجهه لنفسي. في كتاب مقدس أحبائي في ظاهرتين جمال جداً بيعالجوا صغر النفس. عارفين في كتاب مقدس الابن البكر كان هو الابن الأكثر احتراماً بحسب الثقافة، وكان له كل الحقوق. الابن البكر كان هو الابن الأكثر احتراماً وهو اللي ليه كل الحقوق، لكن نكتشف أن الله عندما اختار رجاله، لما اختار الناس اللي صنعوا التاريخ، صنعوا تاريخ الله المقدس في كل التاريخ، كانوا مش أبكار، كانوا الصغيرين، كانوا صغار النفس، كانوا الضعفاء. هابيل كان هو الصغير، إسحاق كان هو الصغير، يعقوب كان هو الصغير، يوسف كان هو الصغير، موسى كان هو الصغير، داود كان هو الصغير، جدعون كان هو الصغير. كل الناس اللي ربنا استخدمهم في كل التاريخ ما كانوش الابن البكر، كانوا صغيرين. يعني اللي بتشايف نفسك محتقر واللي بتشوف نفسك بصغر نفس، الله عندما استخدم رجالا في الكتاب المقدس استخدم الناس الصغيرين. ظاهرة التانية في الثقافة اللي اتكتب فيها كتاب المقدس، السيدة التي كانت تنجب الأطفال كانت هي الأكثر احتراماً والأكثر تبجيلاً، لكن نكتشف ونندهش أن الله عندما أراد أن يكتب التاريخ استخدم العواقر في كتابة التاريخ، استخدم الناس اللي كانوا شايفين أن هم أقل من كل اللي حواليه. ربنا استخدم دول، ربنا استخدم سارة، ربنا استخدم رحيل، ربنا استخدم حنة أم صموئيل، ربنا استخدم إليصابات، كل الناس اللي ما كانوش بيخلفوا، هم دول ربنا استخدمهم في النهاية. يلي شايف نفسك صغير واللي بتحتقر نفسك، افتكر أن الله استخدم كل المحتقرين، مر النفس استخدمهم علشان يكتب هذا التاريخ. فلا تكن نثنائيل على نفسك، لا تنظر أبدا لنفسك نظرة نثنائيل اللي لسان حاله بيقول أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ هو أنا في شيء عدل؟ هو في الآخرين شيء عدل؟ وفي سري كده هو في المسيحية شيء عدل؟ نظرة الاحتقار هذه هي لغة نثنائيل. أنا كان عندي لسه فكرتين تاني هقول منهم فكرة وخلص. الفكرة التانية اللي كانت بتميز نثنائيل مش بس نظرة الاحتقار، لكن نثنائيل كان شخصا انقياديا منقاد. كل الناس بيقولوا على الناصرة أنها قرية سيئة السمعة، كل الناس بيبصوا على
الناصرة بهذه الصورة. وبالتالي هو من غير ما يفكر، من غير ما يكون له رأي مستقل، تبنى موقف الآخرين وتبنى رأي الآخرين وابتدى يردد نفس كلمات الآخرين. مرض الانقيادية أحبائي مرض متفشي في عصرنا بقوة. نحن لا نتبنى مواقفنا الشخصية لكن نتبنى مواقف الآخرين. نحن لا نكون رأياً شخصياً لأنفسنا لكن نحن نتبنى رأي الآخرين في كل ما ومن حولنا. حتى الناس اللي بيفكروا ان هم يلحدوا ويشككوا في الكتاب المقدس، اغلبهم لو سألتهم هتلاقيهم ما عندهمش بيز على اساسه بيشكوا في الكتاب المقدس، ما عندهمش حاجة على اساسها عايزين يسيبوا ربنا، لكن هي موضة، لقيوا اصحابهم بيعملوا كده فاحنا عايزين نعمل كده، لقيوا اصحابهم بيقولوا كده فاحنا عايزين نبقى مع الطيار، عايزين نبقى كده. نتبنى آراء الآخرين في الأشخاص اللي حوالينا. لو واحد قال على شخص حاجة فلانية من غير ما نفكر بنتبنى نفس الرأي في هذا الشخص دون أن يكون لنا رأي أو تقييم خاص بنا. نتبنى آراء الآخرين في القضايا، حتى في القضايا، سواء قضايا اقتصادية، سواء قضايا سياسية، سواء قضايا دينية، سواء قضايا خاصة بمجتمعنا، أي سواء قضايا عالمية، بنتبنى رأي الآخرين في القضايا. ما عندناش رأي، خاصة إذا كان الآخرين أغلبية فإحنا بنؤثر إننا يعني السلامة ونقول زي ما الكل بيقول إحنا نقول. نتبنى رأي الآخرين حتى في الموضة. أول ما تنزل الموضة إحنا شاطرين أوي في المصريين، أول ما تنزل الموضة كلنا نمشي وراها من غير حتى ما نسأل هي الموضة دي توافقنا ولا ما توافقناش. مش عارف كم احنا يعني في وقتنا كان حلقة الكابوريا، فاكرين الكابوريا؟ كل العيال عملوها، كل العيال عملوها من غير ما حد يفكر، يبقى يعني شكلهم يعني ولا مؤاخذة بس هو مبسوط ان هو عمل حلقة الكابوريا عشان كل الناس عاملينها، كل الناس عاملينها. وقص على هذا كل امر بيدخل لبلدنا وكل امر بيدخل للكنيسة، حتى طريقة الترانيم، حتى طريقة العبادة، ممكن طريقة عبادة لا توافقنا كمجتمع مصري لكن هي دي اللي ماشية في العالم اليومين دول، هو دي الموضة، هي دي موضة الترانيم اليومين دول، حتى لو ما توافقناش لكن احنا زي نثنائيل، الناس بيقولوا على الناصرة لا يخرج منها شيء صالح، فأنا أتبنى رأي الناس من غير ما يكون عندي رأي لنفسي. فين أحبائي قريت عن الكابوريا؟ الكابوريا لما نيجي نشتريها لو هي حية الراجل ما يغطيش قفص الكابوريا رغم ان هي بتحاول ان هي تطلع وتنط، لكن هو عارف انه الكابوريا اللي جنبها، الكابوريا اللي جنبها هتمسك فيها وترجعها تاني، فما بيحاولش ان هو يقفل الثبت بتاع الكابوريا عشان كله بيرجع بعضه، كله بيرجع بعضه، كلهم في نفس المنطقة، احنا زي الكابوريا، كلنا في نفس المنطقة، كلنا عندنا نفس الآراء وكلنا عمالين بنشد علشان محدش يبقى متفرد، محدش يبقى عنده رأي مخالف. دي طريقة نثنائيل، طريقة نثنائيل مش بس الاحتقار لكن طريقة نثنائيل ان كلنا نبقى زي بعض، الناس بيقولوا كده فأنا هبقى زي كده، الناس رأيهم كده فأنا هبقى رأيي كده، الناس شايفين كده فأنا لازم أشوف كده عشان ما بقاش لحن نشاز. أقول لكم على موقف، على صورة تانية، صورة بيرسمها كاتب سفر أعمال الرسل وبيتكلم عن مجموعة اسمهم أهل بيرية. أهل بيرية اقروا معايا كده في أعمال 17 من عدد 10، أعمال 17 من عدد 10 بيقول: وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصلا مضيا إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء
اسمعوا معايا، أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا؟ احنا محتاجين نعمل زي أهل بيرية، حتى لما جت قدامهم رسالة المسيح درسوا عشان يبقى عندهم رأي مخالف عن رأي تسالونيكي اللي هم اليهود زيهم ورفضوا الكلمة وجنبهم، كانوا ممكن هم يتبنوا نفس رأي اليهود بتوع تسالونيكي، لكن قالوا لا، نحن نفحص الكتب لكي نرى هل هذه الأمور هكذا؟ هل احنا لنا رأي خاص بنا؟ هل احنا كتلاميذ للمسيح، كتلاميذ للمسيح عندنا رأي خاص بنا؟ حتى لو الناس كلهم بيقولوا حاجة، هل أنا عندي رأي الخاص؟ هل كونت قناعة خاصة بي في المواضيع اللي بتطرح عليا؟ الناس بيقولوا على الشخص الفلاني شخص سيء، هل أنا بنقاد للناس رغم أن أنا شايف أنه ممكن يكون شخص كويس؟ مرض الانقيادية بالضبط زي مرض الاحتقار في حياة نثنائيل. ما هو الخبر السار؟ الخبر السار في موقف يسوع مع نثنائيل، خبر السار اللي أنا شفته أن المسيح أدهش زي ما أدهش نثنائيل، هو يدهشني، هو يدهشنا. نثنائيل استغرب أنه المسيح يخرج من الناصرة. حقيقة احنا مفروض نستغرب أن المسيح قبل أن يربط نفسه ليس فقط بالناصرة، لكن ارتضى ورضي وأحب أن يربط نفسه بأهل العالم. هو ده اللي يدهشني، هو الحقيقة، هو ده اللي يدهشني، مش أنه خرج من الناصرة، لكن أنه خرج من السماء لكي يدخل إلى الناصرة، خرج من السماء لكي يرتبط مش بأهل الناصرة لكن يرتبط بي أنا المزدرى وغير الموجود. الأول الخطاة، رسول بولس يقول عنه أنه المسيح مات لكي يخلص الخطاة الذين أولهم، حط اسمك من فضلك، الذين أولهم كل واحد وواحدة فينا. هو ده اللي يدهشني، هو ده اللي لازم يدهشك ولازم يأتي بك راكعا أمام صليب المسيح، أنه أحبك هذه المحبة، مش أنه خرج من الناصرة، لا أبدا، هو ما خرجش من الناصرة، هو دخل إلى الناصرة، هو خرج من عند الآب لكي يرتبط بأهل الناصرة ويرتبط بي وبك شخصيا. هو ده اللي يدهشني، هو ده اللي يدهش نثنائيل. ما كانش ليا أي رجاء في هذا العالم، ما كانش ليا أي رجاء في خلاص من الخطية، لكنه ارتضى أن يرتبط بي. نثنائيل الذي يحتقر، نثنائيل الذي ينقاد، ويسوع الذي يرتبط بالناصرة ويرتبط بنثنائيل لكي يجعل منه تلميذا ويرتبط بكل واحد وواحدة فينا. خلينا نشكر ربنا على كلمته، ناخد وقت من فضلكم نقوله نشكرك لأنك أعدت صياغة نثنائيل، نشكرك لأنك ارتبطت بيا. في ترنيمة جميلة نفسي إن احنا نرنمها، بتقول من أنا، من أنا لأصير من شعبك، من دعي عليهم اسمك. احنا بنندهش، احنا بنتعجب إنك رضيت إنك ترتبط بينا. نحن أهل الناصرة، نحن أهل العالم، نحن الذين عشنا في خطية، نحن الذين عشنا بعيدا عنك، كنا غرباء عن عهود الموعد، كنا أعداء لك بالفعل والفكر. نشكرك لأنك رب عندما خرجت لم تخرج من الناصرة، أنت خرجت من عند الآب، تركت المجد السماوي لكي تدخل إلى الناصرة، لكي تدخل إلى العالم، لكي تدخل إلى حياة وكيان كل واحد وواحدة فينا. من أنا لأصير من شعبك، من دعي عليهم اسمك.
كثيرة من شعبك من دعي عليهم اسمك. قبل ما نكمل الترنيمة خلينا فضلكم نقف ناخد وقت في الصلاة صغير، نقول يا رب نشكرك لأنك ارتبطت بينا، قولوا أشكرك لأن اسمي دعي، اسمك دعي علي على حياتي، قولوا أشكرك لأني ابن ليك، أنت القدوس الجالس الساكن في نور لا يدنى منه، ارتضيت أن تأتي إلى عالم الخطية وعالم الظلمة وعالم الإثم عشان تغيرني. ولا أشكرك، أشكرك، فيش أي حاجة فيا تجعلني أستحق، فيش أي حاجة عملتها إلا أنها يا رب كانت عداء في عداء في عداء. أشكرك لأنك ارتبطت بالقرية سيئة السمعة وارتبطت بالإنسانية سيئة السمعة. يا رب نشكرك لأنك صرت خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيك. خلينا نكمل الترنيمة. Yeah.
كل